بعض بيوت المحاورة تبقى في البال وبالذهن، وهي نوادر الصراحة، لأنك دائم تسمع المحاورة كاملة، ما تسمع منها بيت أو بيتين. لكن مطلقة بيتي له بيت قاله تقريبا عام 1414 أو 13 بينه وبين الشاعر أحمد الناصر الشاعر. البيت ما جابه المحاورة ولا جاب آخرها، جاب نص المحاورة. يقول مطلق: علم الجهال لا تحسب الدنيا عروس، كم صبي يوم زانت بعينه خلته.